الربيع يبتسم في الموصل ويدخل البهجة في نفوس المدينة التي خصها الله بعناق ربيعين. فها هو مهرجان الربيع التاريخي يحتضن أبناءها من جديد وسط أجواء مليئة بالبهجة هنا في منصة الاحتفالات التي تلونت جميع تفاصيلها بألوان الربيع البهية. صراحة أجواء كلش حلوة، ورسالتنا أنه أصلا هي موجودة وواصلة. هذا المهرجان مهرجان سلام وأمان مدينتنا أم الربيعين، ومهرجان زاره هواي مشاهير مثل صباح فخري وغيرهم. والأجواء الحلوة واستقبال هذا المهرجان بالفرح، والعوائل كلها تجي نجيب عوائلنا وأطفالنا حتى يشاهدون مهرجان الربيع، لأن المهرجان قديم عريق منذ الأزل. أهل الموصل يحتفلون بهذا المهرجان وعيد الربيع. ما يقارب 26 موكبا لكل واحد من تلك المواكب قصة وعبرة تخبرنا عن أصالة هذه البقعة من الأرض منذ أشهر وإلى اليوم. ومع كل موكب يمر تتعالى الأصوات وتشرق الوجوه ويعتلي الجبين الفخر ويزداد الانتماء. اليوم كان 26 موكب، هاي المواكب تنقل فكر وثقافة المكونات الموصل، كان من الشبك والتركمان والعرب وكل الأطياف اللي موجودة. أنت مثل ما تعرف اليوم الموصل ونينة وهي عراق مصغر، فالحمد لله قدرنا نغطي بهذا الكرنفال كل مكونات الشعب العراقي. ما تميز به المهرجان هذا العام التواجد الشبابي للمتطوعين من أبناء الموصل الذين كان لهم دورا فاعلا وكبيرا في المساهمة بنجاح المهرجان، ليبدو بهذه الصورة المميزة التي غابت عنها أخطاء العام الماضي. دور المتطوعين والفرق كان مهم وكبير جدا، لأنه خلال الأسابيع اللي راحت احنا كنا ننظم عمل المتطوعين وكل متطوع وين يقف. القوات الأمنية كان لها دور كبير جدا بتنظيم الناس والجمهور، لذلك حدث هذا النجاح. نبشر كل أهالي الموصل ان المهرجان نجح وتم بأبهى صورة وبأبهى حلة. فضل الله صار هالسنة بتعاون تام من قبل محافظة نينة ومن قبل القوات الأمنية. لن تنتهي البهجة هنا، فهناك يوم آخر ينتظرنا غدا، حيث ستعبر الفرحة من أيسر المدينة إلى أيمنها هناك حيث حديقة الشهداء التي ستحتضن مهرجان الزهور والبازار المكمل لهذا العرس الربيعي. من الموصل أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.